أشاد القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى خلال لقاء جمعه مع رئيس الهيئة العامة للزكاة التابعة للميليشيات شمسان أبو نشطان، أشاد بالدور الكبير والبارز الذي تقوم به الهيئة وتغطيتها للمصارف الشرعية الثمانية حد زعمه. وقد جاءت إشادة المشاط بعد أيام من تداول وسائل الإعلام تقريرا كشف نهبا منظما من قبل ميليشيا الحوثي لموارد الزكاة في اليمن تحت أسماء وبنود مستحدثة خصت فئات سلالية تتبع الميليشيات دون غيرها، ما أثار غضب وسخط اليمنيين.